طيب، محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون عن حل نموذج الأوردر فورم اللي هو نموذج طلبات المطاعم. كان النموذج يعني هذا رسمة بسيطة بتوضح الفكرة. عندنا هنا عنوان الفورم أوردر فورم، وعندنا هنا أربع صور أو أربع إيمج باتونز راح يكونوا كالتالي. هاي هم الأربع صور، تمام، للدرينك والميل والساندويتش والسبيشال. أوكي، راح يكون في عندي التايب اللي هو انواع نوع الفود اللي بدي اختاره، نوع الدرينك هوت ولا كولد، نوع الابيتايزر، واذا بدي اختار اي نوع ثاني بنحط هنا اذر، واوكي وكلير. لما يضغط على اوكي بدنا اياه ايش يعمل؟ بدنا اياه يظهر له توست، يحكي له انه تم ارسال طلبك. اول شغله، بدك تاخذها، بدك تتخذ فيها قرار، ايش هي اللي اوت اللي بنشتغل عليها، تمام. طيب بيلزمني استخدم سكرول فيو؟ ليش؟ لانه ممكن الشاشه تطلع كبيره، صح؟ فبيلزمني استخدم سكرول فيو. يبقى اول شغله لازم اعملها ايش هي؟ نحط سكرول فيو. جوا السكرول فيو ايش نحط؟ نحط بس ابن واحد، ما بينفع هذا الكلام حكيناه قبل هيك. السكرول فيو ما بينفع الا ابن واحد داخل اللي هي اللي اوت نفسها، واللي اوت حط فيها اللي بدك اياه، مش 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 مشكله، تمام. فاحنا بدنا نيجي هنا، اول شيء هذا العنصر بدنا نحذفه، بدناش اياه. اول حاجه بدنا نحطها السكرول فيو، هاي ضمن الكونتينرز موجود عندي سكرول فيو. هذا هو وينه، حتى شايفه هذا هو في فيرتيكال، في هورايزنتال. ايش بدنا احنا؟ فيرتيكال سكرول فيو. داخلها بدنا نحط ايش؟ الريلاتيف لي اوت. طبعا احنا هنا حاطين الريلاتيف لي اوت هي البيرنت، وهذه بعدين ابنها اللي هي سكرول فيو، وبعدين بتحط ريلاتيف لي اوت جواتها. بنفع بس هيك افضل لك. طيب الان العناصر طبعا هذه الريلاتيف لي اوت بدايه بدنا اياها تكون الويث والهايت تاعها. يجي هنا على الويث والهايت يفل في البيرنت، تمام، واللي تحت في البيرنت، تمام. تمام، بدي اخذ حجم ايش الان. الان كل العناصر الثانيه وين بدها تيجي؟ جوا الريلاتيف لي اوت هذه، ماشي الحال. طيب نيجي نضيفها، لقيت اول عنصر عندنا حسب ما هي الشاشه هذه موجوده عندي. ايش اول عنصر عندي؟ اللي هي الاوردر فورم. الاوردر فورم عباره عن ايش؟ تكست فيو. هاي تكست، هذا اديت تكست، هذه اللي هي تكست فيلدز هذه، تمام. هاي تكست فيو اللي هي بلين تكست فيو، بدنا نجيبها ونحطها ضمن الريلاتيف لي اوت. بس هي الريلاتيف لي اوت هذا ولا هذا؟ لا، اللي تحت هذه، فدير بالك. هو هاي راح حط لنا اياها تكست فيو. الان بدنا اول حاجه نغير اللي هي التكست. نيجي هنا تحت على التكست، بدنا نحط اللي هي اوردر فورم. حطها مصدر او تحطها هيك مباشر ما في مشكله. خلينا نحطها مصدر، هاي مش مشكله. اللي انا ما بحكيش يعني لازم تعملها مصدر، فانا هاي اللي كتبتها. تقدر تكتبها زي هيك او تقدر تيجي تعمل لها مصدر جديد، تمام. هاي مثلا اوردر تكست مثلا، او تكست واحد. اوكي، هنا ايش بدك تكتب فيها؟ اوردر فور. اوكي تمام. كيف بدنا نجيبها في النص؟ امسك العنصر زي هيك وحركه. هاي الخصائص اللي فوق هتشايفها، سنتر هورايزنتال والاين بيرنت توب، هذه الخصائص بس في الريلاتيف لي اوت بتلاقيها. طيب بدنا نعطيها سايز معين، قديش نعطيها السايز؟ قديش؟ خلينا ننزل تحت نعطي تكست سايز. هاي تكست سايز قديش نعطيها؟ 35 اس بي. اوكي، الستايل لو بدنا نحط الستايل بولد عشان تصير غامقه. طيب في مشكله هنا، حد ملاحظ مشكله شيء؟ حد شايف مشكله؟ ولا الوضع تمام هيك معاكم؟ ايش المشكله؟ شايفين وين اجت التكست فيو؟ اجت جنب السكرول فيو، مش في السكرول فيو، مش جوا اللي اوت هذه. طب الغي السكرول فيو خليها في الاخر، هي اللي حطها في الاخر. كله بانسخ وفيه بالضبط، وخلص. يبقى هاي هذه وهذه، بدنا نسحبها ونحطها فوق في الريلاتيف الاصليه، واسحب السكرول فيو كله بدناش اياها. وفي الاخر لما تيجي تخلص الديزاين بتحط السكرول فيو، هذا حل ايش؟ افضل حل عندنا.
تمام. الجريد لي اوت هيها بتحذفها وعاود اضيفها ثاني، هيها بتيجي زي هيك بكل بساطه تحت على طول هيها بلو، يعني تشتغل الخصائص. هل لقيت الخصائص تشتغل صح؟ ما في مشكله نهائيه فيها. تمام، خلينا نضيفها كويس. هاي الجريد لي اوت بدنا اياها تحت ال، وبدنا اياها في السنتر تيجي، يبقى هي تحت اللي اوت تيجي في السنتر هاي. طيب ايش بدنا نحط؟ 2 في 2 هي اول حاجه تكون هاي الرو، رو كاونت 2، والكولوم كاونت قديش؟ والكولوم كاونت 2. ليش 2 في 2؟ لانه عندنا اربع صور احنا. كيف بدنا نجيب الصور؟ بدنا نمسك هذه الاربع صور هيهم، نعمل نسخ لهم كوبي، ونيجي هنا على دروابل نحطهم بيست، نجيبهم هنا وتقول له اوكي. هاي جاب لك اياهم الاربعه. تمام، كده ندرج صور هنا. عندك حلين يعني، احنا اول شيء بدنا اياهم صور ولا ايمج باتون؟ ايش رايكم؟ صور ولا ايمج باتون؟ هي عباره عن ايمج باتون، يعني هو في السؤال طلبها ايمج باتون، هي زر يعني تضغط عليها مش بس منظر يعني. فانت يعني حسب السؤال، هو قال لك ايمج باتون بتحطها ايمج باتون. هاي ايمج باتون وينها؟ ايمج فيو. هي ايمج، ايمج باتون في ايمج فيو. احنا بدنا ايمج باتون بدنا نضيفها وين؟ في الجزئيه اللي هي رقم، او في الكولوم رقم صفر والرو رقم صفر. حطها مش مشكله، حطها في اي مكان زي هيك. وتعال هنا على اللي اوت غير، حطه قول له صفر صفر هان. طيب هذا بالنسبه لمين؟ للايمج باتون. بس الايمج باتون بدنا نعطيها السورس، ولا ايش رايكم؟ في عندي هنا خاصيه اسمها السورس، هذه الخاصية هي اللي بنعطيها ايش؟ الصورة. فبدي اجي هان اروح على الدروابل واروح اختار الصورة، اي صورة مثلا درينك، اوكي هاي راح يجيب لي اياها هذه. تمام، الثانية الايمج باتون الثانية، مرة ثانية هاي بنعيد الكلام مرة ثانية. الايمج باتون امسكه وضيفه وين؟ ضيفه على الكولوم رقم صفر، او الرو رقم صفر الكولوم رقم واحد، اضغط هاي جاب لك اياها. وروح على الايمج باتون نفسها، وروح على السورس خاصيه السورس، واعطيه الصوره، الصوره اللي تو ضفناها بتلاقيها في الدروابل هيها. تنزل هان بتلاقيها في الدروابل، انزل تحت بتلاقي مثلا الميل هلقيت هاي ايش الصوره الثانيه. نضيف الصوره الثالثه هلقيت بنعدلها بنغير عليها. نضيف الصوره الثالثه هاي ايمج باتون بدنا اياها وين؟ في الكولوم رقم واحد، او في الرو رقم واحد كولوم صفر. تمام، بدنا نغير، بدنا اول حاجه نغير السورس تاعها. مثلا ساندويتشز، اوكي بضل واحد في واحد، هذه نقلها هان، هذه غلط هذه، وهذه هان. تمام، بضل اخر واحده اللي هي ايمج باتون اللي هي هذه هان، واحد في واحد. تمام، بس نغير السورس فيها ونختار اللي هي اخر واحده. دير بالكم هذا، هذول عباره عن ايش؟ باتونز، عباره عن ازرار. تمام، خلينا نكبر الصوره، هذول عباره عن ازرار. فعشان هيك بدنا الصوره نفسها والايمج باتون بدنا اياه يكون فيل، يعني يعبي المكان هذا كله. كيف بدنا نخليه فيل؟ لي اوت جرافيتي، هيها لي اوت جرافيتي بدنا اياها تكون فيل، فيل على تو تو سايدز، على هيك وهيك. هذه نفس الشيء فيل، هو فيل ما كبرش، كبر ال ماشي، هو ما بكبرش الصوره اللي جوا الزر، بكبر الزر نفسه ماشي. اللي هي وين ايش اسمها الخاصيه؟ كيف بدنا نغير هاي مثلا؟ هذا يا شباب هذا زر، هذا اصلا هو هذا ايش؟ زر جوات الصوره. الان بدنا نكبر الصوره حتى تكون ضمن الزر كله. لكن احنا كيف خلينا الزر يملى الفراغ تاعه؟ رحنا على الزر، في عندي خاصيه اسمها لي اوت جرافيتي، اعطيناها ايش؟ فور تكون فيل. تمام، فيل على الهورايزنتال على الفيرتيكال، يعني على العمود وعلى الافقي. بس الصوره نفسها جوا الزر تكبر كيف؟ طيب قول له فت على الاكس والواي، يعني على التو. طيب هاي اوكي، هاي بيعمل لك لها سكيلينج احسن بلاش. وهذه السكيل تايب فت على الاكس والواي، وهي هذه نفس الاشي فت على الاكس والواي. تمام، هيك بيبقى دب ايش؟ دب بس برضه بضل في مسافه، مسافه قصيره جدا. هاي هذه المسافه، هذه المسافه
مسافة صغيرة من حفة الزر لبداية الصورة. هذه المسافة لو بدك تتخلص منها لو حطيناهم صفر معقول بصير؟ شفتوا ايش اللي صار؟ يعني هاي هذه الصورة، هذا الزر والصورة جوات الزر. الآن لو بس في مسافة من حفة الزر لبداية الصورة، هذه المسافة بادنج بسميها، بدي الغيها، بدي اخلي الصورة تملى الزر كله، فبروح على البادنج. روح في عندي ليفت وتوب ورايت وباتون، مفترض كل واحدة احطها صفر، بس في واحدة خاصية اسمها اول للكل، يعني لكل الجهات حطها صفر. هاي بيش بتخلي الصورة تملى الفراغ كله. هاي تمام هيك، هاي هذه صفر، وهي هذه اخر واحدة صفر. تمام هيك بكون ايش كل الاربعة هدول زي بعض. حتى كمان تقدر تتحكم في حجمهم، لانه حجم العنصر، يعني هذا العنصر مش حجمه، ارتفاعه مش نفس ارتفاع هذا العنصر، مزبوط ملاحظين؟ صحيح. هذا العنصر ارتفاعه اكبر من ارتفاع العنصر هذا. طيب كيف بدي اتحكم في الارتفاع وفي العرض؟ ثبتهم. كيف نثبتهم؟ عادي، في عندي خاصية الويد والهايت، احنا حاطينها راب كونتنت، ممكن ايش تكون؟ 100%، 150%. ممكن تحط في البيرنت اللي هو حسب محتوى اللي هي الجريد نفسها، الجريد لاي اوت، او تحطها مثلا 150 دي بي في 150 دي بي. تمام؟ كبيرة، حطها 100 مثلا، هاي 100، او يعني 80 90 90 دي بي في 90 دي بي. منيح هيك صح؟ هاي وهذه نفس الشيء بنعملها 90 دي بي. لقيتها نفس الجريد لي اوت هذه كلها نفسها، بدي اياها تيجي في النص. ها آه شباب، كيف بدنا نحطها في النص هذه الجريد لي اوت؟ نعملها راب كونتنت. بدل ما تكون ماتش بيرنت بدنا نحطها بالضبط هذه راب كونتنت. ليش نحطها راب كونتنت؟ عشان تيجي مش تيجي في النص، لا، عشان يكون حجمها بحجم المحتوى اللي فيها. فلما يكون حجمها بحجم المحتوى اللي فيها بتلاقي ايش؟ بتلاقي في مجال انها تيجي في النص، لانه هيها لو مسكتها، احنا مسكناها وغيرنا مكانها من اول ما جبناها نزلناها في النص، احنا هي زي هيك نزلناها في النص. تمام؟ فهي اجت في النص زي ما احنا بدنا اياها. طيب انا شايف انها صغيره شوي 90 لو كبرناهم. طيب لقيت سؤال، شفتوا المشكله اللي وقعنا فيها؟ ايش المشكله اللي وقعنا فيها؟ انه انا عندي 2 في 8 8 ابعاد، هلقيت بدي اغيرهم، فانا ايش بدي اعمل؟ بدي اروح احطها ريسورس وريح راسي. هاي باجي على الدايمنشنز بقول له نيو دايمنشن، بروح بسميه بيكتشر سايز مثلا اندرسكور سايز بيكتشر سايز، بروح بحطها بدل 90 100 مثلا دي بي او 110 دي بي، انت حر اللي بدك اياه. اوكي لقيتها مره واحده، باجي هنا بروح بقول له هذه 100 دي اللي هي بيكتشر سايز، وهذه نفس الشيء، بدل ما هي 90 هيك خلص نعطيه قيمه ثابته، بصير ايش؟ بصير نغير، حتى لو بنغير بنغير من مكان واحد بدل 8 اماكن، فانت هيك بتكسب ايش؟ تكسب راحتك. فلقيت لو بدي اغير، طلع لو بدي اغير بغير من مكان واحد، باجي هنا على الفاليوز على الدايمنشنز، بدل ما هي 110 بس خلينا نجربها 120. ها شفتها يا اسطى، شايف كيف؟ تمام؟ احنا ما جبناهاش في النص، هاي في النص لقيتها تيجي هيك في النص. تمام هيك صارت فرزنت. ها طلع هنا الخصائص، هاي الخصائص اللي فوق، هاي الخصائص اللي فوق بيلو تكست فيو سنتر في الهورايزن. طيب نيجي للجزئيه اللي بعد هيك، يلا هدول نحطهم في لي اوت لحال ولا نخليهم هيك؟ ايش نختار لي اوت ريلاتيف؟ ها ماشي، هاي ريلاتيف لي اوت، نحطها تحتيه نفس الريلاتيف لي اوت. اوكي هاي في البيرنت جاي لحال، هذا بنحط اللي هي التايب، نكتب هنا بالتكست حر انت، انا عشان السرعه بس بدي اوفر وقت، بديش احط ريسورس، تعلمنا كيف نحط ريسورس. هاي تايب تمام، بدنا نحط سبينر، هاي سبينر جنبها، غلط وين حطنا؟ غلط هي، هاي نضيفها نحذفها، بتقدر تحذفها من هنا هيك عادي.
هاي السبينر بدنا اياها جنبها جنبها بالضبط ات ذا توب. تمام اوكي هاي هذه السبينر. ايش نعمل فيها السبينر؟ يلا اول شيء من اول شيء الاسماء البرمجيه هذا انا بغيرهاش خليها زي ما هي. يعني اذا انت بدك تغير الاسم البرمجي عادي بامكانك تغير. طيب بدنا نضيف السبينر، نضيف عناصر. كيف نضيف عناصر على السبينر؟ قلنا بنروح على سترينجز بنضيف هنا اري صح، سترينج اري بدنا نعطيها اسم مثلا ليست واحد اي اسم. تمام وننزل هنا نضيف ايتمز. هاي الايتم الاول ايش نحط؟ تشوز. تتذكروا لما قلنا اول واحده خليها تشوز، ثاني واحده الايتم الثاني مثلا فلافل. فلافل تمام. ايتم ميت لحمه يعني انا بدكم اياه، يعني انا هذه بس قائمه انت حر. تمام ايش فلافل شاورما شاورما. تمام بيتزا مثلا، هي بيتزا هيك. تمام غيره ايش في كمان؟ حط قوائم اللي بدك اياها. تمام تشيكن اوكي. هاي عندنا قائمة، عندنا قائمة. كيف بدنا نشير لها القائمة هذه؟ يلا مين ينقلني؟ وين اروح؟ على اي خاصية؟ ايش اسمها؟ انترز ها؟ وبكتب بكتب هذه لازم تكتب اري باك سلاش اللي هي علامة القسمة هذه ايش؟ ليست واحد اي انتر. هيك بكون ايش؟ بكون اخذنا العذر. ما بتجي الشرط، بين الشرط، بين في التسجيل. تمام؟ اوكي هلقيت. نيجي للي بعد هيك، ايش في عندنا؟ عندنا الدرينك. بدنا نحط في الاول تكست فيو. ماشي بس قلنا هذه بنتغلب عليها في البرمجه. هاي هذه الدرينك هاد، يبقى بدنا نغير التكست تحت حرف التي تكست. هاي تكست درينك اوكي. طيب ايش بدنا نحط؟ بدنا نحط راديو باتون. كيف بدنا نحط الراديو باتون؟ في الاول ايش نحط؟ في الاول بدنا نحط جروب راديو جروب. هاي راديو جروب تنساهاش لانه بنفعش يكون الراديو باتون لحاله والا مش راح يصير الاختيار خاطئ. حطينا راديو جروب، بعدين بنحط الراديو باتون. عندنا كم واحده راديو باتون؟ تنتين. بنحطهم جنب بعض. هاي الاولانيه تمام، وهاي الثانية بما انه ريلاتيفلي اوت فبتلاقيه بيشتغل معك. ايش؟ عفوا كيف بدنا نحطهم جنب بعض؟ الراديو جروب نفسها بنروح بنحط الاورينتيشن تاعها في حرف الاو، حطها ايش؟ بدل فيرتيكال هورايزنتال، هي الديفولت فيرتيكال فهو بحط لك اياها هورايزنتال. ايش في الاولانية بدنا نكتب؟ بدنا نكتب هوت كولد او هوت. هاي كولد اول واحدة كولد، والثانيه هوت. طبعا الاسم البرمجي انا مره ثانيه باكد، الاسم البرمجي احنا بنغيروش. بدك تغيره بتقدر تغيره، الصح انه احنا نغيره الصح اذا بدك تشتغل صح. هذا في جافا او في اندرويد واحد وفي اندرويد اثنين في مصطلحات ثانيه راح تاخده كود جافا. لما بدك تكتب كود جافا بدك تبقى عارف الاسم البرمجي للاداه، فاحنا يفضل انك تغير اسم البرمجه. يعني هيك ما بينفع تيجي تقول لي ريدي باتون 2 ريدي باتون 1. طب ماشي اني واحده منهم الهوت واني واحده منهم الكول، فبدك تبقى عارف اني واحده منهم الهوت واني واحده منهم الكول، بدك تغير الاسم البرمجي له. طبعا ضغطتين بغير لك الاي دي تاعها، ما ضغطتين عليها بغير لك الاي دي تاعها. تمام او من الخصائص اي دي، في خاصيه اسمها اي دي هي هي، في خاصيه اسمها اي دي احنا ما بدنا نغيرها. ماشي معموله في البيرنت اوكي. هايها ماتش بيرنت نعملها راب كونتنت هاي، وهذه راب كونتنت اوكي، وعلى الهايت راب كونتنت. الان نضيف العناصر الثانيه. في عندنا الابيتايزر مثلا، خلينا نضيف اللي هي بلين تكست فيو هنا تحت.
طبعا احنا ما غيرناش هدول في الاخر، بنغير الاشكال والالوان تاعت النص. ابيتايزر قبلات يعني. تقدر تضيف تشيك بوكس. هل التشيك بوكس بلزمني ان اضيف؟ تمام، هاي اول واحدة. تمام، نضيف ونغير الخصائص تاعتها. تكست ايش نكتب؟ صلاه اظن مفهوم. صلاه. تمام، والثانيه ايش مكتوب فيها؟ هاي تحتيها بالضبط، بنجيبها بيك ليس مثلا. والاخيره اذر صح؟ هاي الاخيره انا اذر. بدنا ايش؟ بدنا نضيف معناته تكست، اديت تكست عشان يدخل هاي بلين تكست هنا جنبها بالضبط. بلين تكست اعطيها مثلا، خليها العرض تكمل ايش الويت، تكمل باقي المساحه في البيرنت، تكمل باقي المساحه كلها هذه. تمام، هاي فيش بتكمل باقي المساحه. تمام، بدنا نضيف لقيت ايش؟ زر. كيف نضيف زر وخلصت الشاشة؟ ايش الحل؟ روح على الصورة، ولا حاجة، على الصورة حط عرضها 10 اطلعوا فوق. انت يعني انت حر في هذه الشغلة، ممكن تتحايل عليه. طبعا هنا لا انا عندي حل ثاني، يعني ممكن تيجي تمسك الزر وتضيفه هنا عادي، تضيفه هنا هيك عادي، بس وين هيضيف لك اياه هو؟ اضيف لك اياه فوق في الزاويه فوق صح؟ شو هذا؟ لا في الدينامينشن مش حاطين العرض. هاي هنا بدي اضيفها هان. وين هيضيف لك اياه؟ يضيف لك اياه وين؟ تعال تحت هنا، ضف لك اياه فوق. انت عاد ايش بدك تيجي تعمل؟ بدك تمسكه زي هيك الزر، بدك تشتغل هلقيت شغل يدوي. هاي كنترول بي، هاي راح للكود. تمام؟ هلقيت ايش بدك تيجي تعمل؟ هنا بدك تقول له انه روح تحت مين؟ هاي اندرويد. تمام، بدنا نقول له layout layout underscore below. below مين؟ تحت مين؟ تشيك بوكس. اي تشيك بوكس؟ بدك تبقى عارف الاسم. هذه ايش اسمها؟ ايش اسمها؟ تشيك بوكس. اسمها الاي دي، الاي دي تاعها الاسم، يعني الاي دي الاسم البرمجي. تشيك بوكس 3، فبدك تروح تقول له below اللي هي تشيك بوكس 3. هاي بجيب لك اياها لحاله، هاي هيك بس حط كنترول ماسترة ماشي. تشيك بوكس 3 اضغط حفظ خلاص. بيلو تشيك بوكس 3 في خاصيه ثانيه ولا في شيء؟ تشيك بوكس 3 ليش طلع؟ كيف بيجي بضيف لك اياها لقيت تحت هنا. هاي بيعمل ريندر، ضاف لك اياها تحت لقيت صار تحت هو. حط ماشي، بدي احطها هايها، حطها مثلا 10 دي بي يعني، بس هذه عشان نشوف الصورة كيف صارت. هاي بزغر لك يوم لقيت كلهم، هاي شايف وين حطه؟ لا مش بس تحتيها، بدنا اياه كمان يجي على جانب هيك شوي. هاي هيك 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 خصائص مرة ثانية. هي بيلو ال edit text at the left of the checkbox ايش؟ 3. هاي align to left checkbox 3 وبيلو ال edit text. اوكي تمام، هاي جاب لك اياه بالضبط. ضيف كمان زر الاخير، هاي الزر الاخير بدنا نضيفه ونحطه هنا جنبه، جنب الزر الاولاني. التكست تاعه بدنا نكتب اوكي، وهذا اللي جنبه بدنا نكتب كلير. معايا انه الزر هذا اوكي مطلوب مني في السؤال انه ايش اعمل فيه؟ انه يظهر رساله. بدك تروح على داله، بدك تروح على الملف اللي هو المين اكتيفيتي، على المين اكتيفيتي بدك تنشئ داله. هايها بابليك، طلع كيف بابليك فويد مثلا، بدك تسميها اون كليك، اون كليك مثلا تسميها اوكي اون كليك، يعني اوكي اون كليك يعني زر الاوكي اون كليك تاعها. تمام، وش بدها تاخذ؟ بدها تاخذ فيو في مثلا. تمام، مش راح نستخدم هالفي. وهنا جوا ايش بدك تعمل لي؟ بدك تستخدم طبعا الفيو هذه بدها امبورت، فبدك تضغط الت انتر. هاي الت انتر. تمام، تحط المؤشر عليها وبتضغط الت انتر بضيف لك اياه، او بتكتب امبورت اللي هي هذه امبورت.
اندرويد فيو دوت فيو. اوكي بتيجي هنا بتكتب اللي هي توست، هذا الكود مطلوب منك كود التوست، ها توست دوت، خلص تكتب توست هيك واضغط انتر بيعيش بفرد لك اياها. هيا شفت ولا انا ايش عملت؟ لاحظته كتبت توست بس، حتى لو تكتب حرف التي لحاله تضغط كنترول مسطرة يا عمي حط حرف الاو زيادة، هيها توست تمام، واضغط انتر. هذا هي كرييت نيو توست، هيا اللي تحت بس هذه اختارها بفرد لك اياها هيك كلها. خلص ما عليك الا انك تكتب الرسالة، هيا في اسهل من هيك شغل؟ اكتب الرسالة مثلا your order will be served. ايش يعني served؟ حفظت الطلب يعني served، served يعني سوف يتم، سوف يتم تلبية طلبك تمام؟ اوكي واضح يا شباب؟ هايها بلا في اسهل منها الجملة. هل جيت الاسم هذا، هذا الاسم اوكي اون كليك، وين تاخده بتحطه في الزر هاي الاوكي اون كليك. في عندي خاصيه اسمها اون كليك، هيا وين طلع فوق، هيا اون كليك، حط بس هذه هنا. او انت لو ما بدكش هاي اختار اختيار، هاي عشان تتاكد انها موجوده، هاي اختارها اختيار هذا، هي اوكي هيك الامور بتكون تمام. لقيتها، ايش ضل عندنا؟ ضل عندنا حاجه واحده اللي هي ايش؟ السكرول فيو، بترجع بتضيفها. ماشي صور في الاخر خليهم، ما لقيت انه ماشي. هاي السكرول فيو جبناها حطيناها وين؟ جوا الريلاتيف لي اوت، هاي جوا الريلاتيف لي اوت هيك. لسه لا ما ينفعش تحط جواها العناصر، غلط. مين حكى هذا الكلام؟ السكرول فيو بس بتقبل جواتها عنصر واحد بس، حطها ريلاتيف لي اوت زي الابو الاصلي، هاي ريلاتيف لي اوت، وجوا هذه طبعا جوا هنا جوا الريلاتيف لي اوت، جوا السكرول فيو تمام، وجوا الريلاتيف لي اوت هاد اسحب كل هدول العناصر اللي انت ضفتهم هيك، حطهم هنا هيك، بتكون انت تحيلت على ايش؟ على النظام. نرجع على الدايمنشن هذا، بتغيره بتحطه 120 هاي حفظ. هيك بتكون الامور كلها ان شاء الله تمام. نجرب على على البرنامج هذا، هاي الشاشه طلعت معانا تمام. طلع كيف اللوح، هاي ها اسحب هيك لفوق، هاي بسحب لتحت بننزل لتحت، بس يعني المسافه قصيره شوي تمام. وهي القائمة المنسدلة. بدي كمان في شغلة، يعني انت احنا التمرين هذا حليناه بسرعة شوي، هذول الفايف والدرينك والابيتايزر والنصوص هذه الوان تلونهم بشكل موحد، يعني في الامتحان بيجيب لك زي هيك بقول لك الفايف والدرينك والابيتايزر جيبهم بلون معين، جيبهم بحجم معين، كلهم زي بعض، فبدك تستخدم الريسورسز. هيك بكون انتهى التمرين.